بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. لو حضرتك شخص محايد واتفرجت على مباراه النهائي النهارده بتاع مانشستر يونايتد وفيها ريال، هيبقى بصراحه صعب جدا انك تميل لكفه فريق عن فريق، لانك لو قعدت تتفرج لعيبه مانشستر يونايتد هم الاعلى فنيا جوه الملعب، بس في الناحيه الثانيه فريق مقاتل، فريق مدربه ومجهزه صح لبدايه المباراه 4-4-2 قدام 4-2-3-1، بتحاول انك تقفل الاطراف على مانشستر يونايتد اللي هي نقطه قوه اليونايتد. سولتشار ما الفش كتير في التشكيل، لعب بجرينوود ناحيه اليمين، لعب كمان الناحيه الثانيه بماركوس راشفورد، وكمان برونو فرنانديز صنع العاب ما بينهم وبيلعب قدام بإيدرسون كافاني، تحتيهم بوجبا وسكوت ماكدوميناي. 4-2-3-1 هي الافضل من ناحيه اللعيبه اللي تاديها النهارده جوه الملعب في النهائي قدام فياريال. بس الازمه كلها كانت في البدايه بدافع دخيه او دين هاندرسون، لان مباراه زي دي كانت محتاجه دين هاندرسون من البدايه. ليه دين هاندرسون؟ لان دين هاندرسون هو الفتره الاخيره هو اللي راكب في الدوري وهو اللي بيلعب الماتشات الكبيره معاك في الدوري، معنى كده ان هو مش حارس قليل انك ما تبداش بيه النهارده على دافع دخيه اللي مستقبله بنسبه كبيره جدا مش معاك السنه الجايه. مش دي كمان مشكله دافع دخيه، نكمل بعدين التغييرات بتاعتك كان واضح ان اللعيبه بتاعتك مش قادره تكمل بدنيا 90 دقيقه، فكان واضح ان انت محتاج تغير ماركوس راشفورد وتغير كمان الناحيه الثانيه موسم جرين وود، لان هما ما كانوش قادرين. مع ذلك سبتهم جوه الملعب لحد ما وصلت. هما اللعيبه تعبوا ليه؟ احنا وصلنا الدقيقه 100 ما غيرناش ولا تغيير. هما اللعيبه تعبوا ليه واللعيبه جابوا جاز ليه؟ يمكن الناحيه الثانيه عشان خاطر فياريال غير 5 لعيبه من ال10 اللي كانوا موجودين جوه الملعب، وكمان الباكات الباك اليمين والباك الشمال، ومنزل وغير كمان الهفاط اللي كانت قدامهم، وكمان غير كارلوس باكا. انا واضح ان انا غلطت، طب انا اعمل ايه؟ انزل فريد واطلع ميسن جرينوود وارجع بوجبا على الشمال. افشل فكره كان بيعملها في الدوري هي اللي فكر يعملها النهارده في النهائي في توصيل رساله اللعيبه بتاعته حوالين ان احنا هنحاول نوصل ضربات جزاء وهنعتمد على دافع الدخيل. انت بتعمل ايه؟ انت بجد ولا انت بتعمل ايه؟ انت حاسبها ازاي طيب؟ يعني انت اتفرجت على دافع دخيل في ضربات جزاء قبل كده؟ ملوش فيها خالص في ضربات الجزاء، هو ويان اوبلاك. شوف هو اوبلاك من اعظم الحراس اللي موجودين في العالم حاليا، بس مش بتوع ضربات جزاء. لو قعدت تشوط عليهم ضربات جزاء من هنا للصبح مش هيصدوا، فده معناه ان انت اساسا بني غلط. قلت والله الراجل محترم، شايف الناحيه الثانيه ان خلاص بعد ما فياريال مسجل الهدف الاول ورجع استقبل الثاني، قرر ان هو محتاج يكسب فليكسر تايم قبل ما يوصل ضربات الجزاء، ودي وقتها حسيت ان اوناي امري خايف ان هو يوصل ضربات جزاء. بجد حسيت ان اوناي امري عايز يكسب المباراه في الملعب، خايف ان هو يوصل ضربات جزاء. بس لما وصل فقبل ضربات الجزاء كنت متوقع ان هو لوحده هيفكر ان هو محتاج ينزل دين هاندرسون. خلاص انا عكيت في كل حاجه، تغييراتي كانت متاخره، تحضير المباراه ذهنيا ونفسيا كان صفر، فانزل دين هاندرسون عشان اصدر ضربات الجزاء واطلع دافع دخيل. لا، انا هنزل اليكس ليس وانزل خوان ماتا وانزل كمان تونزيبي علشان اريك بايلي تعب، واطلع بوجبا علشان بوجبا برضه شحر معايا ومش قادر، علشان انا اتاخرت كتير في التغييرات، فخش على ضربات الجزاء. لما دخلنا على ضربات الجزاء ما كنتش متوقع ان روليه او دافيد دخيا يصدوا حاجه، كنت متوقع بصراحه ان اللي هتقلش في العارضه او هتطلع بره هي الحاجه الوحيده اللي هتنقذ الاثنين حراس دول، لان مع البدايه كده كان واضح ان دخيا ما عندوش فكره ان هو انا هعين على الكوره ولا انا هختار زاويه ولا انا هعمل ايه بالظبط. كان واضح ان دافيد دخيا مش هيصد اي حاجه غير بالصدفه، والمشكله ان الكوره اللي راحت في زاويه دافيد دخيا اساء التعامل معاها، كان دايما ايده ضعيفه، الكوره بتخبط في ايده وتخش، وده حصل برده الناحيه الثانيه مع روليه. يعني كرة لوك شو دي، يعني كرة لوك شو في ضربات الجزاء، قلت هو الريال ده هيصد امتى؟ يعني الكرة بتاعت لوك شو لعبها ولا اسوأ من كده، ولوك شو تقريبا كان زهقان وهو بيلعب ضربة الجزاء، فدي ما صدهاش، فده حارس هيصد كرة عاملة ازاي؟ علشان خاطر بصراحة الراجل يفاجئني وتصدى من دافيد دخيا. يعني هو حتى لما دخل يشوط قبل دافيد دخيا حط دافيد دخيا فوق، ودافيد دخيا اساء التعامل معاها برضه زي كل ضربات الجزاء اللي اساء التعامل معاها، بس برغم ان كان فيه شويه ضربات جزاء كانوا ولا اجمل ولا اروع من كده زي كره كوكلا. كره كوكلا دي مفيش اي حارس حتى لو مميز في ضربات الجزاء يعرف ان هو يطلعها، وكمان كره تونزيبي برضه لعيبه حلوه قوي، بس في كور كانت تطلع عادي جدا، في ضربات جزاء كانوا اي حارس عنده 20-30% بالتصدي لضربات الجزاء كان قدر ان هو يطلع له بالمية 3 4 كور من دول. يا اخي تير شتيجن لو بيلعب النهارده كان طلع له 3 4 كور من دول فعلا. نافاز لو كان موجود على راي محللين بي ان كان قدر ان هو يطلع كور زي دي. بس انا قعدت برضو لا، اوناي امري كان مدير فني يستحق التتويج على اوليجون سورتشاير. اوليجون سورتشاير يجب رحيله مع الجليزرز ويجب رحيله مع جرين مع ادوود،
غير كده احنا بنهرج يا جماعه. يا جماعه مانشستر يونايتد فريق بلا مدير فني، فالحقوا هاتو كونتي كده بعد ما شكله مع انتر، والحقوا هاتو وقولوا له الميزانيه المفتوحه دي موجوده عندنا، وتعالى عندنا وهتاخد اللي انت عايزه في البطولات، وهنجيب لك اللي انت عايزه في اللعيبه. غير كده احنا بنهرج يا جماعه. انا من اول الموسم ما بتكلمش عن يونايتد كتير، لان عارف ان يونايتد فكره لعيبه فقط هي اللي موجوده جوه الملعب، وهي اللي عندها روح وقلب وخوف على الشعار. انما مدير فني بيقدر ان هو يضيف حاجه جديده للعيبه جوه الملعب لما اللعيبه بتكون خلاص انهارت، ما بيقدرش يعمل اي حاجه ولا بيعرف يساعد لعيبته جوه الملعب نهائيا. فمدير فني زي ده تمطوحه كده على اخر ايدك، وانت ما عندكش ذره تعاطف او ذره احساس بالذنب من ناحيه سولشاير. ده رايي في أولي جونار سولشاير، وان انا شايف ان هو من ضمن الاسباب او من هو السبب الاكبر في خساره مانشستر يونايتد النهارده قدام فيا ريال في نهايه اليوروبا ليج. كانت هتشفع لك ان انت تاخد يوروبا ليج بعد موسم كنت منتظر انك تنافس فيه على الدوري، وفشلت انك تنافس فيه على الدوري، وكمان فشلت النهارده في النهايه قدام فيا ريال. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش فممكن تعمل ديسلايك كده وتشتم في الكومنتات وتقول اللي انت عايزه عادي، بس هارد لك عزيزي مشجع مانشستر النهارده على اللي حصل.